الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم بالنوفيدة، البرنامج اللي يطلع عليكم على قناة النهار تيفي. برنامج كما لا بكم برنامج طبخ، لكن جديد في أنه في كل مرة يكون حاضر معنا أخصائي في التغذية اللي مدنا النصائح باش ناكلوا حنا مهنيين ونكونوا بصحة طيلة شهر رمضان الكريم. برنامجنا كذلك فيه فقرة واش طيبتي النهار اليوم، نسقسوا فيه النساء الجزائريات على لي بلا اللي راهم ناويين يديروهم، كذلك والشيء الأهم أنه فيه فقرة الطبخ مع الشيف ديالنا. إذا بلا ما نطول عليكم مشاهدة، خلينا نروحوا نشوفوا ونعاودوا نرجعوا. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في برنامجكم بالنوفيدة مع فقرة الطبخ اللي حاضر معنا فيها اليوم شيف سفيان. مرحبا بك. مرحبا بك اختي. صحاب دعنا، كيفاش راك اليوم؟ صافا الحمد لله. صافا شوية. صافا الحمد لله. حنا كي نقولوا شيف سفيان اوتوماتيكمون المشاهدين ديالنا على بالهم بلي راح نديروا ان سالاد. سالاد نعم. خير بيان. واش راك مجددنا سالاد تاع اليوم؟ اليوم ان شاء الله نديروا ميلفاي دو ليغيم مع الموزاريلا. ميلفاي دو ليغيم مع الموزاريلا. نعم. عندنا لي زاكريدون تاعنا. بيان سور. عندنا موزاريلا قطعناها بور بياس مدورة. عندنا اوبرجين، باذنجان. عندنا فلفل حلو، عندنا طوماطيش، وعندنا القرعه. وبور ديكوراسيون عندنا اللوز ولا بيستاش. نقدروا نديروا حتى لينوا ثاني. نقدروا الجوز. الجوز ولا واش حابين انتيها بالديكوراسيون. كاوكاو لا لا كاوكاو لا. عندنا فينك بالزاميك ديكور بها لاسيات. صوص بيستو. وعندنا الويل دوليف. نعاودوا برك نذكروا مشاهدينا انه سلطه تاع اليوم قلت لي ليغوم. ليغوم افيك موزاريلا. تخي بيان، نعاودوا برك. ديروا ميلفاي نعم. عندنا موزاريلا، عندنا برجين، عندنا طرشي، عندنا طوماطيش، وعندنا القرعه. بور ديكوراسيون عندنا لوز ولا بيستاش ولا تقدر دير حتى لينوا تما الجوز. عندنا فيناك بالزاميك، عندنا صوص بيستو، وعندنا الويل دوليف. خلاص شاف حنا قبل ما نبداو السلطه تاعنا نروحوا ناخذوا مشاهدينا الفقره اللي تعودتوا تشوفوها، فقره واش طيبتي النهار اليوم، ونعاودوا نرجعوا لكم. مدام صحة رمضان، كل عام وانتي بخير. يسلمك ربي يخليك، كنتي ثاني كل عام وانتي بخير ان شاء الله. ميرسي. يدخل علينا ان شاء الله بالهنا والستر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. احنا برنامج بنا وفايدة فقرة واش طيبتي نهار اليوم. الله يسلمك مدام، انتي كنتي قلتي لي بلي انتي ماشي منا. لا راني من وهران، جيت غير ضيفة. ايا وجابوني نحوس في السونتر كوميرسيال. ايا وانتي راكي عيطي لي تسقسي فيا راني نواجه. تعيشي. قولي لي مدام، نتوما في وهران واش طيبوا في رمضان؟ واش دير؟ احنا توجور لو بلا تاعنا كيما يقول لك لا سو بريفيري تاعنا هي الحريره. باسكو نتبعوا حنا الجهه تاع لي ماروكان. ايا ونديروا ثاني، نديروا شوربه، نديروا فريك، نديروا بصح زعما القطره الحريره. الحريره البوراك الدوزيام بلا دايما مع حاجه كيما يقول لك لي سالاد اللي نجم يدير لي كيش يدير. انتم معروفين بالمعقوده. واه عطيني غوسيت خفيفه، كيفاش ديروا المعقوده؟ معقوده ديري بطاطا تفيضيها، تغسليها مليح، تنقيها وتفيضيها، ومن بعد كتمعسيها، ومن بعد تحطيها في الفريجيدير تبرد لك شويه، حطي لها لي زيبيستا وحال الملح الفلفل كحل الثوم اون بودر، واللي يحب البصل يدير البصل، كاين اللي ما يبغيش البصل كيما انا ولادي ما يبغوش البصل. ما نديش البصل غير توم شويه توم مونبور والمعدنوس وليزيبيس تاعها الملح الفلفل كحل الكركم باه يعطي لا كولور اي لو كو ميم طون. راهي عاجبتنا رانا نديروها، راهي نجحت لنا 100%. كثر خيرك. يعطيك الصحة مدام. ميرسي. صحة فطورك. يخليك وكل عام وانتم بخير. أي صحة بالسلامة. صحي مدام. صحة رمضان، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير وصحة رمضانكم حتى انتم. وحنا جينا هنا للعاصمة. أنا منين؟ حنا من مدينة قسنطينة. الله يبارك. لي بوزور المعلقه. المعلقه بيان سيغ. مدام راكي حاضره معنا برنامج بنا وفايده في فقره واش طيبتي نهار اليوم. قولي لنا انتم في ناس قسنطينه واش ديبوا واش طيبوا لي بلا في رمضان؟ احنا ناس قسنطينه نطيبوا كما تقولوا انتم شوربه، احنا نقولوا لها جاري. جاري بالفريك وباللحم تاع الخروف ولا بيونداشي. لي بولات نديروهم بهذاك، ونديروا دي سالاد، نديرو شبح الصفراء مشهورة عندنا في قسنطينة. يعني لي بلا نديرو لي بلا باغ اكزومبل، نديرو طاجين جبن، طاجين بونارين، نديرو المتوم، نديرو كيما هكا كيما نتوما هنا بالك ما على باليش كيفاش تقولوها، نديرو لوبيا بالصاص، نديرو لي غاتا اوسي، نديرو بوراك بالمخ. قولي عطيني غوسيت خفيفة تاع كاش ماكلة طيبوها بالخف. باغ اكزومبل طاجين جبن هذا القناويه اكو سنتين نديروها،
مع الكساء تاع المطلوع كما تقولوا انتم المطلوع، حنا نقولوا لها الكساء تاع الخميره هي عايشك. نديروها القناويه كاينه في قسنطينه، كاينه تاع بسكره، وكاينه تاع النابه، مخيره هي تاع قسنطينه. الله يبارك. وتجي لاباك الكيلو بقداه؟ 100 ميل لو كيلو تاعها في رمضان. نديروها اون صوص طومات كيما لي زاغو كوفير، طيب هكذاك، وان صوص طومات معاها. ونديروا في السهره واش ديروا؟ نديروا باغ اكزومبل في السهره نديروا بوراك الرنه باللوز والجوز، نديروا نحطوا في الصينيه تاعنا البقلاوه، القطايف، نديروا باغ اكزومبل نديروا لي كاتو صغار، ونديروا عندنا زلابيه ثاني تاع قسنطينه، بس نجيبوها المخيره المليحه تاع وزناتي تاع عين مليله. يعطيك صحة مدام، صحة فطور. ميرسي، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، ونتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله كما قالها ولا ما شفناكمش، إن شاء الله العيد صغير، إن شاء الله نقول لكم عيدكم مبارك. الله يسلمك مدام صحة. مدام صحة رمضانك، كل عام وأنت بخير. يسلمك أنت زادة، إن شاء الله ندوزوا بصحة ولهنا. إن شاء الله. معك برنامج بنا وفايدة في فقرة واش طيبتي نهار اليوم، قولي لنا مدام واش راكي ناوية طيبين نهار تاع اليوم في رمضان؟ بون كيما على بالنا رمضان نجوزوه كيما كاع الجزائريين، وسيك كي جازو نهارات الاولين وكاع نورمالمون شغل مع سخانه وكاع نديروا كي تعرفي نديروا شوربه نديروا بوراك ونزيد نشوف حاجه هكذا بلا خفيف معاهم. واش ديري انت واش بوراك ديريه بزاف في رمضان؟ كيما اليوم راني حابه ندير البريك تاع النابه ان شاء الله. اعطيني غوسيت خفيفه كيفاش ديري؟ نديروا بون يجي فيه فيونداشي بيت، نعطيك هكذا بالكيل بكل زعما شحال من واحد هكذا وكاع. بون يجي فيه بيض، بصل، ثوم، بطاطا مرحيه، فوالا الفلفل الكحل ما نساوش وكاع، و بطاطا مرحيه، فيونداشي قلت لك، بيض، فروماج، نحطوا نديروا بطاطا نزيدوا فوقها فيونداشي، البصل مقطع رقيق نزيدوا نحطوا فوقهم لي فروماج، هذوك الفروماج هذوك زعما 3 ولا 3 حبات انت واش حبيتي، نزيدوا نديروا من الفوق نكسروا حبه بيض من الفوق نغلقوها ونقلوه هكذا. هذا البريك تاع النابه نورمالمون هكذا، لا ما نسيتش كاش حاجه باسكو يعني اليوم جيت نقضي راني حابه نديرو. او غالبك رمضان شويه كي تعرفي مع الصيام والدوخه وكاع. قولي لي شحال تقعدي في الكوزينه؟ نبدا شويه بكري باسكو على جال دراري وكاع، نسلك بكري طيابي، نقعد ابي بخي واحد 3 هكذاك. يعطيك صحه مدام، صحه فطورك. ميرسي انتو ثاني، ان شاء الله عقوبه العام الجاي. ميرسي. عودة لكم مشاهدينا من جديد. اذا كما شفتوا كانت هذه فقره واش طيبتي نهار اليوم، كنا سالنا النساء الجزائريات على واش ناويين يطيبوا في شهر رمضان. احنا نعاود نقولوا لك شيف سفيان مع سلطه ديالنا. نعم. تفضل. الو، عندنا نبداو بالباذنجان قطوه. اها قطوه طيب شويه في الدار ولا مين داك؟ والو مين داك مين داك شي كوليو ما تعاونش. مين داك؟ الله نقطعوا الباذنجان تاعنا هكذايا الشكل هذا. اها عليك هكذايا الفلفل تاعنا قطعوه هكذايا قطعوه بتريونك. سقسيك. نعم. علاش دائما تدوها انتوما لي ميور شيف دو موند بورتون المراه هي اللي من بكري زعما نقولوا تدخل لا كويزين اللي تكون صغيره، وانتوما يعني كي نقولوا شيف ديريكتومون اوتوماتيكمون ماكلتو بنينه وماكلتو بنينه حسب اليدين. اسمع حسب الواحد واليد تاعو على ديك دائما انتوما تدوها. هذه هي هكذا نقطعو من قد التريونك هاليك. ما نديو الطوماطيش تاعنا نقطعوها مدورة هكذايا. كنا قطعنا الباذنجان تاعنا، الباذنجان تاعنا مدور، فلفل، ودوكا الطوماطيش. نعم هكذايا ناخدو الطوماطيش بالطوماطيش نشوفوها ناخدو الطوماطيش الاخر. يعني سهله واحد ما تطلبش وقتنا ما. والقرعه تاعنا نقطعوها سيفلي هكذا على الشكل هذا. القرعه بها بال نعم ما من بعد ما غسلناها ولا خلا لا هنا هايليك هكذايا. يعني ما هكذا الواحد مليح ياكل بسم الله ما نقدرش نقطعها هكذايا
ومن بعد نقريوهم في لاكرياط، نديروا لهم زيت زيتون من هنايا ونقريوهم في لاكرياط. اها. ومن بعد نديروا السيلات تاعنا. داكو. اذا مشاهدينا احنا ان شاء الله نخلوك تكمل لا سالاد ديالنا، ونروحوا ناخذوكم لفقرتنا الفقره اللي تعودتوا تشوفوها صحتنا في طبسنا، ونعاودوا نرجعوا لكم. إذن مشاهدينا لحقنا الفقرة صحتنا في طبسينا مع الدكتور حمزة اللي هو حاضر معنا. مرحبا بك دكتور، وشراك؟ الحمد لله. صافا مع رمضان؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. مشاهدينا احنا الموضوع تاع اليوم راح يكون على لوبيرجين، على الباذنجان، لانه نستعملوه بزاف لي بلا ديالنا في شهر رمضان. دكتور واش تقدر تحكي لنا على هاد من الخصائص تاع الباذنجان؟ انه غذاء بو كالوريك، يعني فيه قيمه طاقويه ضعيفه، ولانه غني بالماء، وغني بالماء، غني بالاملاح المعدنيه، وغني بالفيتامينات. والباذنجان الثاني غني بالالياف، الالياف قابله للذوبان في الماء، يعني الياف لينه، يعني عندنا الياف اللي ما تقبلش الذوبان في الماء، الياف اللي تقبل الذوبان في الماء. هذا الالياف اللي تقبل الذوبان في الماء هي الياف لينه، يعني حتكون كما نقولوا تكون دوس بور الامعاء تاعنا، يعني مش حدير ضرر بالامعاء تاعنا. وهذا خاصة الناس اللي عندهم مشاكل مع الأمعاء تاعهم، ولا يعانيوا من بعض الآلام، ولا في الكولون، ولا في الأمعاء. هاد الألياف راح تسهل لو ترونزي غاسترو انتستينال تاعنا، راح تمشي الماكلة تاعنا. ومن ناحية أخرى راح تنقص من امتصاص الدهون والسكريات. دكتور كاين بزاف ناس يعني في الطيابات تاعهم كيفاش يطيبوا لوبيرجين يخلوا القشره ديالو سوا يقلوه ولا من في بلا، انت واش تقدر تقول لنا على يعني القشره تاعو، اسك مضره ولا مفيده؟ يعني القشره تاعو هي كما نقولوا لامين دور تاعو، تما وين كاين كل المضادات الاكسده وكل معظم الفيتامينات والالياف، خاصه مضادات الاكسده، لانه في القشره يعني تلقاها ملونه رايحه تميل للاسود من الاحمر حتى للاسود، وهي قد ما تكون سوداء قد ما تكون مليحه، لانه علاش فيها واحد المكون في القشره تاعو هو اللي مد هذاك اللون الاسود هذاك، اللي هو ثبت في بحث علمي، كان بحث علمي قامت به مخابر، وين هذه الدراسه اثبتت انه هذه الماده تنقص من لا فاسكولاريزاسيون دي تيومور. واش معناها هذه؟ معناتها لي تيومور تاع كسوا مالين ولا بينين، اللي هما يكون لي مالين يولوا دي كونسير، وكاين دي تيومور بينين، معناتها هاد تنقص من لا فاسكولاريزاسيون، يعني ما يكونش فيه مد بالدم لهاد لي تيومور هادي، معناتها الا ما لحقهاش الدم مش حتلحقها لوكسيجيناسيون، مش حتلحقها الغذاء، وبالتالي مش حتنقص من التكاثر تاعها. دكتور عنده اضرار لوبيرجين بصفه عامه؟ يعني كل واحد ياكلو بصفة مستمرة، يعني هو ما فيش ضرر، وما حتى تحبي تكثري من لوبيرجين مش حتقدري، لانه ما دام غني بالالياف وفيه كثير من الماء، يعني عنده ان في ساسيتوجان حيش تشبعي تم مش حتقدري تاكلي منه بكثير. داكو، يعطيك الصحة دكتور، ميرسي بوكو. العفو. صحة فطورك. الله يسلمك، صحة فطورك للمشاهدين. إذا مشاهدينا كانت هذه فقرة صحتنا في طبسينا مع الدكتور حمزة، احنا نروحوا نشوفوا الشيف واش دار ونعاودوا نرجعوا لكم. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون العصاره ديالنا نالت اعجابكم وقدرتوا تعرفوا ديروها. يعطيك الصحه شيف. يسلمك الاخ ايمن. صحه فطورك. الله يسلمك، صحه فطوركم انتم زاد. ميرسي. ما قلتيش البلان شنو هذا؟ هو ملفي دليقي موتزاريلا. الله يبارك. ميرسي. صحه. قبل ما نختم نحب نشكر فندق الجزائر على الاستضافه ديالو، وانا نقول لكم شهيه طيبه وصحه فطوركم.